الانتخابات الرئاسية على الأبواب، حقيقة أم وهم؟ الأمر لم يحسم بعد، غير أن استعراضات سياسية تطغى على الساحة المحلية، وبطلها النائب سعد الحريري. أما المرشح الذي يحظى بالإجماع الأكبر فهو النائب ميشال عون، ولكن فوزه مرتبط بتقسيمات الكتل النيابية. أكبر الكتل النيابية هي كتلة تيار المستقبل اللي بتضم 36 نائب، عندنا كتلة العماد ميشال عون تيار وطن الحر اللي بتضم 21 نائب، كتلة التنمية والتحرير 13 نائب، كتلة الوفاء للمقاومة 13 نائب، كتلة النائب وليد جنبلاط 11 نائب، نرجع كتلة القوات اللبنانية 8 نواب، كتلة حزب الكتائب 5 نواب، في عندنا 10 نواب مستقلين، 2 لكتلة الطشناق، نائبين ل حزب البعث العربي الاشتراكي، نائبين للحزب السوري القومي الاجتماعي، نائب للجماعة الإسلامية. بس ضمن المعطيات الحالية مع العماد ميشال عون في كتلته اللي هي 21 نائب، في كتلة القوات اللبنانية 8 نواب، في كتلة حزب الله 13 نائب، وفي الطشناق نائبين، يعني عم نحكي عن 44 نائب حتى الآن. في حال أعلن الحريري تأييده لعون فهل يضمن وصوله؟ كتلة الرئيس الحريري مثل ما بنعرف فيها 36 نائب، ممكن يكون في معارضة من نائب أو اثنين أو حتى ثلاثة، وبالتالي هيدي الكتلة مع الكتلة مع اللي سبق وذكرناها مؤيدة للعماد ميشال عون، مع خمسة أو ستة من المستقلين، ممكن يكون الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير الصفدي، الوزير أحمد كرامي، الوزير والنائب روبير غانم، الوزير فتوش نولا فتوش، ويمكن كمان الرئيس ميشيل المر، وحضور النائب عقاب صقر من الخارج. بتصور بنكون قادرين نأمن النصاب، وبالتالي في حال وصلنا لمعركة نصاب يفترض أنه كتلة الرئيس الحريري ما تقل عن 32 نائب، 10 من العشرة المستقلين يتأمن منهم 6 الحد الأدنى، وكتلة البعث اللي مؤلفة من 2 وكتلة الحزب القومي اللي مؤلفة من 2 كمان تقبل وتمشي بالانتخاب. بين أصغر الكتل وأكبرها الكلمة الفصل ليست للحريري وحسب، وكذلك لن تكون المسألة معركة نصاب، فبالتسويات وحدها يحيى لبنان. لايال سعد، قناة الجديد.